ولمناقشة تداعيات الإهمال والتغير المناخي على آثار العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين السيد حارث الأزدي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بكم. تصاعد في معدلات بيع الآثار العراقية المنهوبة في تقارير دولية تؤكد أن المعدلات في ازدياد يوما بعد آخر. هل تعتقد سيد حارث أن هذه السرقات للآثار العراقية مجرد سرقات فردية عادية يقوم بها لصوص، أم تقف خلفها قوى السلطة ومافيات الفساد في البلاد؟ حقيقة ليس بمقدور أحد اجتياز الحدود ببضاعة تجارية إذا لم يستكمل إجراءات الشحن والضريبة وما إلى ذلك من إجراءات، فضلا عن تهريب آثار البلد، فهذا يحتاج إلى منظومة عاملة على أوسع نطاق من التنسيق، إذا صح التعبير، أن التنسيق الأمني والتجاري والحدودي، وصولا عن تهريب آثار البلد يحتاج الى منظومه عامله على نطاق اوسع من يعني الامني والتجاري والحدودي، وصولا الى اسواق اللصوص المتاجره بالاثار وسرقتها وتهريبها تخضع لعمليات تنسيق مسبقه من اطراف متنفذه ولها باع في السلطه، بدءا من الكشف عن هذه الاثار وليس انتهاء بايجاد اسواق لها خارج العراق، وطبعا اكيد مرورا بالتنسيق عبر الحدود لتهريبها وغسيل الاموال واستثمارها بالخارج من جراء هذا الفعل الجرمي. وانا اقول ان ثمه امبراطوريات ماليه فاسده من التجاره بتاريخ البلد ممن لا ينتمون الى الوطن سوى بالاسم، بل ان استطيع القول إن غاية وجودهم هو التعجيل بتنزيق العراق ومحو تاريخه وإشاعة ثقافة مستوردة غريبة عن طبيعة البلد. نعم. فالأمر منظومة جرمية كاملة الأركان. نعم، ليس الأمور يعني على ذلك فحسب سيد حارث، وإنما أيضا عمليات النهب كما تفضلتم واحدة من أشكال التعدي على الحضارة العراقية، لكن التقارير رصدت عدم التزام بالمعايير الفنية في عمليات الترميم على سبيل المثال، أدى ذلك في بعض الأحيان لتغيير معالم الأثر. بماذا تفسر ذلك؟ أهو يعني هل هو فشل فني مهني، أم هناك حالة من التعمد والإهمال وعدم الاهتمام بهذه الأثار؟ نعم، التعمد بالإهمال وإشاعة الفوضى وبتعيين الفاسدين كلها مقومات بقاء للمتاجرين بتاريخ البلد من أجل مغانم دنيئة. تأتي عمليات الترميم الفاشلة بشكل مقصود لمحو صورة ذهنية لدى المواطن العراقي بغرض الوصول إلى عدم الاهتمام وتركها نهبة في أيدي العابثين، وهذا الحال تجدها أيضا في طرق البحث العشوائي، الحفر، توزيع الأراضي في أماكن تاريخية، ترك الآثار عرضة للاندثار بالرمال والعواصف، والعواصف اليوم أصبحت لازمة لأجواء العراق نتيجة انعدام الحزام الأخضر وزحف التصحر على هذه المناطق، كذلك رعاية عصابات التهريب وحمايتهم من المساءلة القانونية وصولا إلى ترميم حتى التماثيل والنصب التي موجودة في بغداد وتشويهها سعيا إلى تشظية الهوية العراقية وتصفير العراق من تراثه. فالأمر متعمد بشكل قصدي وبتخطيط جرمي. نعم. طيب، باحتمالية استهداف أثار العراق كما يستهدف العراق منذ عدة سنوات في مختلف مناحي الحياة، استهدفه الاحتلال وما بعد الاحتلال من حكومات، هل من الممكن بالفعل أن يكون هناك استهداف لأثار وحضارة البلاد؟ نعم، هذا بالتأكيد كل ما يجري في العراق ويمارس ضده على أرضه وتاريخه وشعبه إنما هو مشروع الاحتلال الأمريكي بداية
ومعه الذراع الضارب الإيراني العابس بالهوية الوطنية يعني المساند لمشروع الاحتلال. مشروع الاحتلال يستهدف العراق أرضا وتاريخا وشعبا، الهدف واضح من هذه الممارسات التخريبية، ولا يقوم به إلا من تنفل عن الانتماء ويسعى لاهثا وراء نذر قليل من المال لإرضاء أسياده خارج الحدود. فمن يخرب بيته لأجل الآخرين مجرم مرتين لا مرة واحدة. تمام أستاذ حارث، هل تعتقد بأن هناك إمكانية لحماية هذه الآثار من المؤسسات المعنية في البلاد، وهل هناك من هو حريص على ذلك؟ حقيقة نسمع ونقرأ بين الفينة والأخرى صرخات في هذا الميدان، وهذه الصرخات حقيقة بغض النظر عن صدق النيات من عدمها تبقى هواء في شبك، لن تجد لها صدى على أرض الواقع، ولن تكون علاجا ناجعا لهذا الهلاك التراثي. مشاريع إنقاذ التراث من الضياع تحتاج إلى دولة ومؤسسات عاملة بإخلاص، ونحن حقيقة في العراق نفتقد الوصفين الدولة والمؤسسات بسبب نظام المحاصصة والطائفية. فكل الأحزاب اليوم التي تتسنم زمام السلطة همها الوحيد بناء إقطاعياتها وتمكين جنودها العاملين لصالحها لا لصالح العراق، فلذلك لن تجد لي مثل هذه الصرخات وهذه النداءات صدى على أرض الواقع. ربما لأنه ليس منتظرا ممن يهمل حاضر العراق ومستقبله أن يهتم بماضيه، أليس كذلك؟ بالتأكيد، يعني حقيقة لا وجود حقيقي لمسمى الدولة، فالعراق تحكمه الأحزاب والميليشيات، وليس في وارد هذه الأحزاب يعني عبر برامجها أو عبر ممارساتها الاهتمام بتاريخ العراق وحضارته وتراثه. تركت هذه المواقع للنهب والسلب إن لم تكن مشاركة فيها، يعني يتكفل بفناء الباقي العوامل المناخية والسعرية لتكون هذه الآثار يعني تندرس لا أثر لها. نعم، أشكرك جزيلا مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي، شكرا جزيلا لك.